يا هلا والله، وحيا الله كل اللي يشوفونا على روتانا خليجيه. حلقه جديده وان شاء الله بدايه انطلاقه جديده لهذا اليوم، حنستمتع فيها معاكم بفقراتها المتنوعه، وايضا عندنا الاخبار السوالف اللي ما نقدر نستغني عنها، لانه كل جديد بيبهرنا وبنستغرب منه واوقات يضحكنا. وقبل كل هذه المواويل امسي عليكم بالخير ومسي على لمياء غالب. يا هلا لمياء. اهلا، اكيد طراد، مساء النور عليك ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناه روتانا خليجيه في بدايه حلقه جديده من برنامجكم اليومي ساعه شباب، اللي بيكون معاكم من الاحد للخميس من الساعه 4 للساعه 5 بكل فقراتنا المتميزه والمتجدده. واكيد اقول لكم ساعه كامله راح نقضيها معاكم بكل حب. دائما في حياتنا في بعض، مو دائما، بعض الاحيان بنلاقي شخصيات، يعني ايش اقول لك، في ناس يحبوا يلفوا ويدوروا، في ناس ما يحبوا يكونوا دايركت، في ناس كده يعني جبلوا في حياتهم على هذه الطريقه، وفي ناس بذرتهم او طبيعتهم سبحان الله اتخلقوا كده، هم يحبوا الكلام من تحت لتحت، اللف والدوران، ما يحبوا يبينوا الكلام بشكل واضح. وهذه بتتطور الامور الين ما بتصير عند الشخص اوقات تحايل على الاخرين اذا ما وظفها بالشكل السليم. كلام طويل جدا لكن حنختصر على هذا الحد. اكيد طراد، وممكن تكون بعض الحيل هذه توصل لخدع ممكن يسووها في بعض، لكن اذا جينا تكلمنا عن صفات الشخصيه للانسان اذا تعرض لهذه مثل هذه الحيل او الخدع، في شخصيات يعني بتحاول انها ترد لهذا الشخص بالمثل، يعني يقولوا لا والله العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم في النهايه، فلازم يردوها بالمثل لهذا الشخص. وفي النهايه تختلف ردود الافعال من شخص لاخر، وكمان يعني حسب مكانة الشخص اللي بيسوي فينا هذه المقالب أو هذه الحيل أو هذه الخدع اللي بنتعرض لها، وفي بعض الأحيان ممكن بعضها يكون جدا سيء. هو الناس هذه موجودة أو الفئة هذه موجودة، فالسؤال هو كالتالي: إذا قابلت أحد هذه الشخصيات المتحايلة سواء باللفظ أو بالفعل أو إيش ما يكون، وقابلتهم بطريقة معينة، هل يعني وقدموا لك واحدة من التحايلات اللي عندهم بأي طريقة كانت، هل تغضب ولا تتعامل معه بأسلوب ثاني؟ نشوف مع بعض إيش آرائكم. نروح لأول الردود معانا من عبير، تقول أكيد أغضب وأعصب وأصرخ بس بعدين أخذ حذري وأتعامل معهم بحذر شديد. حلو يا عبير. صارخين ليش يا عبير؟ أيميد تقول حسلك له وما عاد أرجع أتعامل معه ثاني. ممكن، وجهة نظر. ممتاز. عهد تقول أكيد أغضب بدون أي تفكير، وتحياتي لكم. أكيد تحياتنا لك يا عهد. شكرا يا عهد. أيضا مريم تقول على حسب الشخص، لو مهم بحياتي أكيد أزعل بس ما راح أبين، حأسكت وأرجع له بأسلوبي العين بالسين، العين بعين والسن بالسن، وأخليه يحتار فيا أنا معاه ولا ضده، وبعدها حتجاهله. على كده أنت متحايلة يا مريم، واضح جدا جدا. هي بس طريقة إيجابية. إيش تقول؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الأيام تردها له وأشد ثقلا من فعلته علي. الله عليك يا لجين، عجبتيني. أيوة عجبتيني الله. حكمة والله. طرب طرب كلامها طرب. دقنا تقول لا أزعل لأنه عاملتها بكل نية صادقة وهي للأسف ما تستاهل، لما كشفتها انصدمت. هنا عاملها بطريقتي أنا لأنه بعض البشر ما يستاهلوا الطيبة فعلا. وجهة نظري. دقنا نروح لعائشة العامر، تقول أسلوبي ما راح يتغير، يبقى مثل ما هو، بس أحذر منه إذا استمر بالتحايل أبتعد عنه بطريقتي الخاصة. يعني صراحة أنا ما كنت أتوقع أنه في فئة كبيرة من الناس جدا مسالمة وما تحب أنها تسوي شيء، يعني خلاص ونسامح كريم ونروح ونكمل وما عاد نردها. لا، لكن أنا صراحة يا طراد راح أردها وبالمثل ويمكن أضعاف كمان. هو الدنيا لسه بخير، والخير في أمتي إلى أن تقوم الساعة، زي ما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الفكرة وما فيها هو أنه مو أنك تردها ولا لا، هل فعلا الشخص اللي أمامك يستاهل أنك ترد له إياها ولا لا؟ لأنه فعلا قد يكون إنسان جاهل، والجهل عدو نفسه، ما هو عارف هو إيش سوى أصلا، مو عارف هل هو غلط عليك ولا لا. فأنت هنا مو لن ترد له إياها، أنت ممكن تعرفه حجمه أمام الناس، ترى انت اللي بتقوله كلام مخربط وانا ما حرد عليك لانك انت واضح انك جاهل. واذا كان شخص يعني يقصد وعارف ايش يبغى يقول، لا هنا اعطي له الصاصة، يعني زي كان فريق هنا والفريق، وفريق اللي يردها يفوز دائما. وانت عارفتني كيف، انا وانت تقريبا عندنا نفس الصفه هذه، اللي يعني يعطينا حاجه نعطي له 10 حاجات. صح. ما شاء الله. يعني هذا الشيء يختلف. اهم شيء لا تضيعوا في هذه اللعبه كلها، والناس يخلطوا فيما بينكم يقولوا اوه لا صرت انت السفيه،
خليك ذكي في التعامل مع الموقف. صدق تراد المحزن في الموضوع انه بعض هؤلاء الاشخاص او بعض الفئه اللي بتستخدم الحيل والخدع كثير بيستخدموها من اجل الضحك عليهم، او والله نحن حابين ننبسط مع بعض يلا نسوي فيها مقلب عشان يضحك الناس حوالينا عشان ننبسط في جلستنا. للاسف يعني ما بيراعوا شعور الاخرين، ما بيشوفوا قديش انت اذا سويت هذا الموقف في احد يعز عليك، في اهلك، في اخواتك، صار لك نفس الموقف هذا في حياتك، انت راح تزعل من جوا. فليش تسوي في الناس اللي ما ترضى لنفسك او ما ترضى لاهلك؟ يعني حقيقي شيء مره ينرفز بعض الاحيان اذا تعرضنا لحيل او خدع في حياتنا، سواء من اشخاص يعني كانوا عزيزين علينا او اشخاص ما كنا نتوقع منهم ابدا، اعطيناهم فوق حجمهم ومقدار فوق مقدارهم، وفي النهايه بالضبط في النهايه كذا تزعل على نفسك انه والله انت اعطيت هذا الشخص مكانه ومقدار في حياتك. بس انا اقول لك لا تزعلي، لانه هي الحياه مواقف وخبرات وتجارب، لو ما مريتي فيها عمرك ما حتعرفي تردي. هذا واحد. بس حرد دام المثل. ايوه طبعا هذا واحد. حرد دام المثل. الناس اللي يقول لك يطقطقوا عليهم ويتريقوا عليهم قدام الناس، تعرفي ايش نسميهم؟ نعمل عليهم حفله. والله؟ يعني الشخص اللي يطقطق عليه هذا يلا نعمل عليه حفله يقول لك. ايوه. Which is ما هو مقبول، لانه لا نفكر في المكان، الوقت، وانت بتقول لي مين هذا الكلام وهذا او هذا الحكيم يعني يا ترى يعني بتعلم منك. ونروح لمزون الزهراني تقول اعامله زي ما يعاملني هو وتحايل عليه واعطيه على جوه زي ما يقولون طنش تعش تنتعش خلي العدو يرتعش ويسعد مساكم لولو طراد. ومساك يا مزون وجيب الطار كنت بقول كذا. رفيده صلاح تقول اسلوبي لا يتغير يبقى كما هو ولكن من غير ألف، بمعاملته لي بطريقة معينة تصبح سبب في تركه إن كان صديق أو قريب. ومساء سعيد لمياء طراد. هلا والله يا رفيدة. والله وساروا شاعرين ما شاء الله عليهم اليوم. لينا حاتم تقول الغضب الداخلي لابد منه وأنا أحب المصارحة بكل شيء، بجتمع معها 1 2 3 انتهى. الجلب بالكلام أقوى من الأفعال. في فريق يا لينا نفوز. في ناس ما تحس يا لينا اسمع كلامي، في ناس ما تحس بالكلام. أروى تقول بحكم أني مؤخرا صايرة قنبلة موقوتة وجدا جدا من نفسنا في صراع داخلي وفوضى فوضة مشاعر ما هي مفهومة، فلو مو شخص احتال علي لو ابتسم لي راح امردغه. حرام عليك يا اروى، اعطيهم فرصة ثانية، اعطيهم فرصة ثانية اروى. همسة براءة تقول ما راح اغضب لانه جاء عند الشخص اللي يحبه قلبه، الصراحة انا عنيدة وجاء عند اللي تحايله صح لين عقله يضرب مني لانه اسلوب الغضب راح. هو ده هذه اللي الشخصية تعيش حقيقي، توصل لمرحلة خلاص تسلك اللي قدامها. زهراء الصقاعي تقول أغضب بيني وبين نفسي وبعدين أتصرف معه بأسلوب ثاني وأقلب السالفة عليه وأخليه يندم إنه تصرف معي هالأسلوب. حلو في تكتيك هنا واضح. حلو. أيوه عجبني. مرة حتى أنا نتعلم منكم. طبعاً. آخر ردود معنا اليوم من أنس الزهراني يقول زي ما يعلمني أعامله أن نزودها مسكته وضربته عشان يخلي أسلوبه وحيلته على واحد غيري. والله أنس ما يلعب يا جماعة على طول الضرب، ما عنده أي كلام، ما يحب يتفاهم. والله أوقات قولي تعليقك عنه ذكيت. على الباغي تدور الدوائر. وتصدق انا ما قد سمعت هذا المثل قبل كذا. الا اللي يجيب عليه في يوم يجي عليك زي اللي يجي عليك في يوم من الايام حتجي عليه زي انه كما تدين تدان. كما تدين تدان. فهمت عليك. نتعلم منك استاذ العنود الطايم. اكيد احنا دائما يعني عندنا مواقف نشوفها في حياتنا، بس نبغى نعرف احنا متى نتصرف التصرف الصحيح ومتى نتصرف التصرف الخاطئ. اوقات ترى على فكره كثره الضغط عليك نفسيا بالتحايل عليك كثير تصبح انسان متحايل على الاخرين من غير ما تحس. ايوه. فانت انتبه، اوقات تكون نقمه، اوقات تكون نعمه، زي اللي في المدرسه مثلا الناس يتريقوا عليه كثير. صحيح. يكبر يصير هو يتريق على الناس. صحيح. وهكذا هي كلها يعني ايش ما اخذت ايش ما تعطي. صدق تراد وهذه المشكله ممكن توصل في النهايه لمرض نفسي يحتاج الانسان انه يتعالج من هذا المرض. وفي فئه كبيره حقيقي نحن نشوفها يعني نتمنى انهم يعقلوا عن تصرفاتهم ويشوفوا انه الشيء اللي بيسووه يعني حقيقي مو شيء حلو، سواء تحايل او خداع، لانه يدخل في مجال الكذب، النفاق، يدخل في انك انت تخون شخص عزيز عليك، انه انت تدخل يعني لو باب كبير جدا، مو بس تحايل ولا خدع ممكن. صحيح. يقوم فيها الشخص حقيقي تدخل في ابواب جدا كثيره. احنا قلنا ممكن تحايل لفظي، لمياء انا قبل ما ادخل البرنامج بساعه جاني تحايل لفظي. أيوة. من واحد
من واحد وندم عمره على هذا التحايل، لانه رديت له هو شوف التحايل هذا جاء مو عن طريقه دايركت في وجهي، وجابه بلفه عن طريق واحد ثاني، وصلتني ورديت له اياها باتصال محترم. الله. واوجه لك تحيه وتعيش وتاكل غيرها. صدق والله هذه نعمه صراحه، في ناس يعرفوا يتحايلوا مره كويس، واتوقع يعني هي ممكن تكون يعني ما اعرف ايش قصدي، ما اقصد شيء ابدا، بس حقيقي شيء حلو انه انت تقدر تاخذ حقك في وقتها طبعًا. يعني ما تستنى وقت طويل عشان تردها لي في نفس الوقت، لا ردها في نفس الوقت كذا حارو بناره. يقول لك ايه حارو بناره، حارو بناره، وهذا اللي يعطي على طول. حنكمل مع بعض اكيد معكم في ساعة شباب، لسه عندنا استضافة راح نستمتع فيها، واهم شيء لمية جاهزة؟ جاهزة اكيد، انت جاهز؟ يلا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم. حياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة فكر الشباب اللي بنتعرف فيها على الأفكار الجديدة والجميلة اللي دائما بيطرحوها الشباب بشكل دائم، وكمان بيكون لخدمة المجتمع. ضيفنا اليوم أسس شركة مختصة أو فكرتها على عن النقل والمواصلات، وهي فكرة سديدة جدا، حنعرف ليش انها بتسهل كثير من ظروف التنقل للعديد من الافراد، وهذا مؤخرا نحتاجه بكثرة. حنعرف اكثر عن هذا الموضوع مع دكتور ايهاب نصير، حياك الله معنا في ساعة شباب. الله يحييكم، شرفنا دكتور ايهاب. الله يحييكم. طيب شكرا لك. شرفتنا دكتور ايهاب. بداية يعني ريت تعرفنا اكثر منك على كاسبر، شركة كاسبر، وعن النشاط كمان اللي بتقدموه في هذه الشركة. طيب اذا كان تسمحوا لي بس اقول لكم هي الفكرة حقتها كيف يمكن نشأت عشان اقدر اعرف لكم هي شركة كاسبر. طبعا. فهي قبل فترة يعني تقريبا قبل سنتين في عندي أنا كان مكتب لخدمات التوصيل، مكتب صغير يعني حلو. بجانب عملي في الجامعة، ففي تقريبا 3 سيدات كانوا ينتقلوا من شارع حراء لكلية عفت، وكانوا كلهم مع بعضهم كده يبغوا يدفعوا تقريبا مبلغ 2000-2500 ريال. طبعا جاء واحد سائق خارجي وقال لي والله أنه عنده العقد ده ويبغى يعطيني هو للسائقين اللي موجودين عندي، وقلت له والله يعني العقد كويس، يعني البنات رايحين من نفس المكان لنفس المكان في نفس التوقيت، بدل ما كل واحدة فيهم تدفع 2500 ريال كل حيتقاسموا السعر، هذا شيء أوفر، وبالتالي حيكون ليهم أوفر، وبالنسبة للسواق يعني حتكون برضو أفضل. طبعا من بعد كده فكرنا أنه إحنا يعني كيف لو قدرنا نسوي هذه كفكرة حقيقية، كيف لو قدرنا نعطي الفرصة لكل السيدات لجميع الموظفات أنهم يكون عندهم سيستم يتعاملوا فيه في نفس الخدمة هذه. وبدأنا ذاك الوقت انا ويام. هذا من كم تقريبا؟ هذا تقريبا من قبل سنتين. سنتين تحديدا. هي هذه بس مجرد فكره يعني. أوكي. ما فيش اي حاجه لسه ما بدأنا. اوكي. ايوه. فبدات انا ويام كتبي ذاك الوقت اللي هو وضع التخطيط والفيزابيلتي او الدراسات الجدوى والى اخره، وبعدين شاركنا بعدين طارق تركستاني، والحمد لله الان عندنا يعني شركه مختصه في خدمات التوصيل. في عندنا مبرمجين حول العالم بيشتغلوا معانا، ويعني الحمد لله. فهو ده الان فكره الشركه في خدمات التوصيل الان مع الموظفات، وبرضه حننتقل للطلاب، ويعني شغالين في هذا الاتجاه. جميل جدا. حلو. جميل. طب خلينا نعرف بس شركه كاسبر للتوصيل او النقل المواصلات بشكل عام، يعني في اكيد اهداف اساسيه بما انه في منافسين في السوق وفي في الساحه يعني زي ما احنا عارفين، بس ايش الاساسات او الاهداف الاساسيه اللي حطيتوها للمشروع، وهل قدرتوا تحققوا جزء كبير منها ولا لسه في البروسيس شغالين؟ اوكي شوف احنا حطينا اهدافنا بناء على المشكله الحقيقيه اللي موجوده عندنا في التوصيل. مشكله التوصيل عندنا في السعوديه هو طبعا سوق يختلف عن جميع الاسواق حول العالم. طبعا صح. ما يحتاج. المشكله انه المراه بتعاني من خدمات توصيل غاليه، لا يمكن الاعتماد عليها او صعب الاعتماد عليها، وغير امنه. فهي 3 نقاط اساسيه: الامان والاعتماد على الخدمه والسعر المنافس. فاحنا حطينا اهدافنا وحطينا الخدمه وبنينا السيستم حقنا على 3 الاهداف هذه، انه تكون الخدمه امنه يعتمد عليها وباسعار منافسه. حلو. الحمد لله الان يعني فقط احنا في جده، طبعا في عندنا شركات بنتعامل معاهم موظفات والى اخره، فبنعمل معاهم سيرفيز بنشوف ايش النتائج. مبدئيا السيدات اللي يعني بيشتغلوا معانا بيدفعوا 27% اقل مما كانوا بيدفعوا قبل. اوه والله. أيوة. فرق كبير. فرق كبير. يعني احنا لما بنتكلم عن السيده اللي هي راتبها 6000 او 7000 ريال لما ينقص من 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 ما تدفعه 27% 28% هذا جدا ممتاز. طبعا صحيح. الرضا عن مستوى الخدمه 31% اعلى مما كان اول.
يعني كيف قدرتوا تحققوه؟ فاحنا احنا شغالين معهم بالشهر على فكره. أيه. احنا مش باليوم احنا بالشهر. بالشهر حلو. اوكي. فاحنا نختلف عن فانتوا كده اخذتوا حق الاعتماد على المواصله نفسها. يس. هذه خلت في علاقه قويه بين بالزبط. بين الشركه والكلاينتس. ايوه هذه حلوه. وهو نفس الكابتن احنا بنوفره على مدار الشهر ونفس السياره طبعا. جميل. هذا يختلف مع عن الناس الثانيه طبعا. اكيد طبعا. هذا يمكن اللي بيميزكم دكتور ايهاب عن باقي الشركات الموجوده. يعني انتم بحثتوا عن المشاكل اللي بتواجهها المراه السعوديه وحاولتوا انكم انتم تحطوا اهدافكم من هذه المشاكل. طب الابرز في هذا المشروع انه جميع المجموعه المشغله للمشروع سعوديين 100%. كيف قدرتوا انكم تحققوا هذا الهدف؟ طيب هو شوفي مبدئيا في هدف. اوكي. الهدف اللي هو انه احنا نقدم خدمه امنه واعتمد عليها وبسعر منافس، هذا هدف موجود. اجتمع بفضل الله مع الاراده من جميع المشتركين والممولين والخبرات، اجتمعت فيها برضو الخبرات. حلو. واستعنا بكفاءات. يعني الحمد لله في كل مجال، كم زي ما انت يعني يمكن عارف بعض الشباب اللي بيشتغلوا معانا. صحيح. بناخذ الافضل في كل مجال. صحيح. وبنشتغل مع شبابنا ما شاء الله متخرجين من ستانفورد، من ييل، عقليات جدا ما شاء الله تبارك الله، جامعات قويه بنشتغل معاها. فالحمد لله يعني هذا الشيء اللي خلانا ساعدنا فاحنا نحقق المساله هذه. وهذا يعني اكثر طبعا بعد فضل الله، يعني بعد توفيق الله عز وجل ورضا الوالدين. اكيد هذا من اهم العناصر المهمه. انه دائما اعضاء الشركه واعضاء المؤسسه والمكان اللي بيشتغلوا فيه مع بعض يكونوا مرتاحين وعندهم التولز الكافيه عشان يقدروا يشغلوا قدراتهم. صحيح. طب خلينا نعرف الان، هو المشروع او كاسبر على نطاق جده فقط انت راح يتوسع؟ واكيد لابد اعتقد انه راح يتوسع. اكيد. يس. احنا حاطين في الخطه حقتنا ان شاء الله في خلال 6 شهور ننطلق للرياض، وبعدها بشهرين للدمام. فان شاء الله في خلال 2017 حنكون متواجدين في الرياض والدمام كمان. ايش نقصكم عشان تخلصوا هذا التوسع؟ احنا فقط نبي نعمل على ما يقولوا كنترول او تحكم ممتاز بالخدمه هنا في جده، ونتاكد انه كل شيء اوكي. من ناحيه النظام، من ناحيه التطبيق، في تطبيق قريب حينزل. حلو. تحت التجربه الان. لما نتاكد انه كل شيء في الاتجاه السليم، وبعد كده ان شاء الله باذن الله نتحرك للرياض. اكثر غلطه يطيحوا فيها الشباب او اصحاب الشركات اللي دوبهم بادئين فيها انهم يستعجلوا في البروسيجر اللي هم عندهم وينتقلوا ليفل بعد وهم لسه ما انتهوا من اللي قبل. صحيح. وهذه تطيحهم لا سمح الله. مظبوط. صحيح. طب مزبوط. دكتور ايهاب خليني اسالك، مين اللي ساعدكم في تقديم الدعم المالي لانطلاق هذا المشروع؟ هل واجهتوا صعوبات ولا كانت كلها مجهودات شخصيه منكم كشباب؟ والله شوفي خلينا عشان تكون يعني اتمنى الشباب كمان اللي بدهم يفتحوا مشاريع كمان انتبهوا لهذه المساله. صح. يعني انا كنت موظف، وصعب انه الواحد ينتقل من وظيفه الى عمل خاص من غير ما يكون عنده دخل، خصوصا اذا كان عنده عائله والى اخره. طبعا طبعا. فواحده من الحلول الاساسيه اللي ساعدتنا اللي هي التعاقد مع مسرعات الاعمال. احنا كان في مسرعه اعمال اسمها مسرعه اعمال 19 تابعه لوزاره العمل. أوكي. وهم يدفعوا للرائد الاعمال شهريا ويساعدوه، يعني يعطوا له خبرات الناس اللي هم من جامعه كاوست. اوكي. يتعاملوا معاه ويدوا له تدريب يعني راس يعني هيد تو هيد 1 تو 1. فهذا ساعد في الفتره الاولانيه على بس انه انا اقدر امشي في الاتجاه هذا. بعدين طبعا لا يعني بدانا نكون تراكس او بدانا نجيب عملاء وزباين والى اخره، وجبنا مستثمرين. وطبعا هذا هو اللي فرق شويه خلانا الان نصير شركه، تواجد مستثمرين يعني اقوياء والحمد لله يعني. وغالبا كمان حنجيب مستثمرين زياده ما شاء الله. واضح دكتور ايهاب انه في استراتيجيه واضحه. أيوة. وفي دراسه ما شاء الله واضحه كيب جوينج فيها، لانه حقيقي احنا نحتاج هذا الشيء، خصوصا انه الان ثقافه العمل زي هذا النوع تحديدا من الاعمال الشباب بدات تستوعبه وفي. أيوة. تقبل. ابغى اعرف قد ايش بتكرسوا او نسبه معينه كذا بتكرسوا في الشركه انه احنا لابد نستهدف الشباب في العمل لها في هذا النطاق، او حتى سواء داخل الشركه او حتى في الخارج. الجزء كبير من الاستثمار اللي احنا بنستثمره اللي هو في الكباتن اللي موجودين عندنا. فاحنا بنقدم لهم ضمانات
انهم هم يشتغلوا معنا، ويعني يكونوا طبعا بحسب النظام يكونوا سعوديين او تبع او يتبعوا شركات اجره خاصه. في تقبل قوي جدا من الشباب الان حاليا، او خلينا نقول ملحوظ عن عما كان اول يعني. أيوة. نسبة كبيرة بتشتغل معانا الآن الحمد لله، ومبسوطين وحتى العملاء على فكرة يعني متقبلين، يعني بدأوا يتقبلوا. وهذا اللي كنت بسألك هو بالضبط. أيوة. دكتور إيهاب، يعني في الفترة هذه شيء جديد. أيوة. على الأسرة السعودية أنه يكون السائق شاب سعودي، فهل واجهتوا صعوبة معاهم في هذا الموضوع ولا لا؟ والله شوف، هو ترى يمكن أنا في نظري الشاب السعودي شوية مظلوم. يعني مأخوذ عنه فكرة خاطئة، لكن جزء كبير من الشباب ترى يعني يبغى يشتغل. صحيح. يبغى يجيب دخل يكفيه. جزء كبير منهم محتاج انه والله هو يشتغل، ولا يعني لا يمنع انه والله حتى الإخوة المقيمين يعني بيشتغلوا معانا واحنا نعتبرهم اخوان وكل شيء، لكن فقط بالنسبة في هذا يعني في هذا الاتجاه اللي هو اتجاه الشاب السعودي شوية كانوا يعني مو فكرة خاطئة، ممكن يقول ان هم مو متعودين على الموضوع، هذه فكرة جديدة. انا اقول لك ليش هو قال، حتى ابتسمت، لانه فعليا في افكار سلبيه عن الشباب انه ما يحبوا الا الصرمحه والروحه والجيه واللعب والطفشانين وما هم التزمين. بالضبط. بس انت لو اعطيتهم الثقه حيشتغلوا. هدف مؤخرا اصبح واضح. النقطه اللي ذكرتيها صحيحه. مزبوط. لكن في نطاق ثاني. صحيح. ابغى اعرف حاجه اهم، هل لابد يكون في يعني متخرج يعني عنده شهاده معينه، جامعه؟ لا لا مثلا. لا لا. او شيء ايا كان، طالما انه عمره فوق 21 سنه احنا بنقبل، ما عندكم مشكله. أيوة. حلو، مسهلينها والله. أيوة. لا، في شروط يعني، هي بحسب في يعني في شروط من وزاره النقل، طالما انه هو ملتزم بيها خلاص. لم انتم تشتكوا كثير من لا انا هذا حقيقي كنت بتطرق لك نقطه ثانيه، انه مثلا يعني اذا كان في ابلكيشن واضح، في اذا طلعنا مع الكابتن، إذا نبغى نشتكي أو صار شيء لا سمح الله، وإن شاء الله ما يصير ولا نجيب الشكاوي، بس إذا يعني صار موضوع أو نبغى نقدم شكوى، كيف نوصل لك؟ بدايتها لم لا 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 والله احنا في عندنا كاستمر سيرفيس. أيوة. احنا مركزين على موضوع الكاستمر سيرفيس، والكاستمر سيرفيس هو صاحب العلاقة الأولى مع الكاستمر وليس الكابتن. يعني الكابتن هو احنا عندنا فقط مقدم للخدمة. ايوه. الضيفه او العميله هي بتتعامل معنا احنا، واحنا بنكتب لها عقد شهري و الى اخره، والتزامها معنا احنا. فلو حصل اي مشكله من الكابتن ترجع لنا احنا، واحنا طبعا كيف تتعاملوا معها؟ بحسب المشكله احنا يعني. اذا كانت المشكله من الكابتن، من السياره، الله اعلم ايش اللي لكن احنا اللي بيميزنا انه احنا ملتزمين معاها. الكابتن مرض، الكابتن صار له حادث، اي من الامور الطارئه. أيوة. نتكلم على التعامل، تعامل. أيوة. السائق. مظبوط. هل لو صار في مشكله تقدر تتعامل معه، ولا انتم بتحاولوا تكونوا يعني مجرد وسيط فقط؟ والله هو مبدئيا ترى الـ لما بيصير يعني مشكله غالبا العميل بيتعامل معانا، واحنا في شفافيه يعني. ايوه بتعامل. وانا زي ما هو ده اللي بقول لك اياه، بتصير لو صارت لا سمح الله مشكله بيكلمنا، واحنا يعني ابسط الامور نغير السائق نحطه في عقد ثاني. يعني ما ليش اطرقت هذه؟ لانه كثير الناس بتواجه هذه المشكله. أيوة. واحنا ما نبي ننهيها المشكله، بننهيها بالتوفيق حقيقي. فخورين جدا وسعيدين، ونتطرق لاكثر ونتمنى منكم اكثر عشان الشباب السعودي يستاهل ويبغى منكم كذا. شكرا لك. اكيد طبعا معك. دكتور ايهاب نصير، شكرا لتواجدك معنا اليوم، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. كاسبر خلاص تعمل مع كاسبر خلاص كويس. احنا حننتقل مع بعض لفقره السوالف والاخبار، حتكون بعد الفاصل، حيكون فيها سوالف لذيذه، فيها اشياء غريبه. بعد الفاصل. وحياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرة الأخبار والمنوعات اللي بنقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم. والله العظيم أنه فقرة الكويسة وما بين الفقرتين أو فقرة الفاصل هذه لحالها أخبار وسوالف حقيقي والله. يعني الواحد بيسوالف يستانس يشوف إيش أخبار الحياة، بس إحنا دائما نجيب لكم المميز، نطلع لكم على المميز. وأولى أخبارنا اليوم عن حقيقة صورة لرجل يمشي على الماء، فعليا هذه الصورة حقيقية، وانتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل أمريكي يبدو فيها كأنه يمشي على الماء بالقرب من منزله في ميشيغان الأمريكية، على طول شاطئ بحيرة متجمدة زي ما احنا شايفين في هذه الصورة. شيء حقيقي غريب. وطبعا احنا حنشوف فيديو الآن له. استيقظ الرجل بعد ليلة عشان يشوف هذه البحيرة اتجمدت ونقية بشكل غريب جدا، نزل
لهذا الشاطئ عشان يتحقق من الأمر. شايل معاه معول عشان يختبر مدى عمق هذا الجليد. شوفوا الفيديو مع بعض. شاف سماكة تبلغ حوالي تقريبا بوصتين، وبينما كل ما كان تحت الموية ظاهر بشكل رائع وغريب. سبحان الله، كأنه يعني ما أعرف شيء من جد شيء غريب. حقيقي شفاف، يعني تقدر تشوف كل شيء تحت الجليد. هو ما شافوا شيء غريب جدا، قال غالبا ما كانت انه درجه انه ما في رياح، كانت الرياح ساكنه ودرجه الحراره كانت تحت الصفر، فتجمدت بشكل يعني خليني اقول لكم زي بلوري، زي ما ادري ايش اسميه، كاني باقي إلسا تيجي هنا. قاعد افكر طراد، عارف ايش قاعد افكر؟ قاعد افكر انه طب السمك اللي تحت البحر او جمد ولا لا؟ لا لا قاعد يسبح، ما عنده مشكله، سبحان الله ما يتجمد. ما يتجمد هو، ما يتجمد. لمي خير اجيب لك برضو. لا قاعد افكر خيالي واسع يعني. ايوه اوكي، بس انت قصدك كيف السمك يتحمل هذه البروده؟ سبحان الله. لا هو عادي السمك يقدر يعيش. لا مو لذي الدرجه طراد، بس انا كنت قاعد افكر انه كيف قدر انه طب اذا تجمدت الماي ما يتجمد من تحت، يعني تتجمد من ضغطتين فوق. ايوه امزح، ترى امزح، حاولت لوحله انه خيالي يكون شوي واسع وافكر يعني لما له حدود. ما يطردني الفقره هذه لخيالك الواسع. عموما فاخر شيء ذكر في الخبر انه على فكره ما تعد المره الاولى اللي يتم فيها توثيق هذه الظاهره. عام 2004 نشر، عفوا 14، ما ادري فين الواحد والعشرات بيروحوا مني، نشر فيديو صغير لصديقين يمشيان على بحيره شديده النقاء في منطقه جبال سلوفاكيا، حيث شهد 9.6 مليون مشاهده. أوه. من المرات. اوه حقيقي يعني ما اعرف ايش اقول. عموما نفسنا نكون هناك والله، نفسنا نكون هناك من جد. بس ابغاك تركز معايا، يعني قلت خبرك اللي جدا جميل حقيقي، وكل واحد يتمنى يكون في هذا الوقت موجود ونفس المكان. هقول لك انا خبري كيف قدروا انهم يسيطروا على نمر هارب وسط مدينه بريطانيه، وابغاك تشغل خيالك الواسع. مدينه ايطاليه. انا طلعت منك كفايه موسم ونص، اكيد عندي خيال حساب. كذا تشغل معايا خيالك الواسع. تخيلوا انكم تكونوا عايشين وجالسين في بيوتكم، عايشين في مدينه، فجاه طالعوا تلاقوا والله نمر قاعد يتمشى جنبكم في هذه المدينة، إيش ممكن تكون ردة فعلكم؟ وهذا اللي صار طبعاً، لأنه نمر تسبب في حالة من الذعر الشديد لسكان المدينة الإيطالية، لأنه هرب من سيرك متحرك وهام في الشوارع بصقلية في إيطاليا. طبعاً ولم يصدق السكان المحليون أعينهم وهم يرون النمر الأبيض المسمى أوسكار جاثما بجوار عمارة سكنية في البلدة. طبعا راحوا كلموا على طول عمدة البلدة أنه اعتقد أنه الأمر مجرد مزحة وكانوا بيمزحوا معه، ما صدق الموضوع عندما تم إخباره بأن هناك نمر طليق في المنطقة اللي يقتنها حوالي 38 ألف نسمة. وطبعا بعد كذا انتهى الامر زي ما احنا شايفين في الفيديو باستعاده النمر للسيرك من دون ان يصاب احد باذى الحمد لله. وطبعا منعت حركه المرور لساعات في المنطقه على طول الطريق السريع القريب الى حين فرغ السلطات من احتواء النمر الهائل. يعني شوفوا كيف سبحان الله كيف هرب، ابى اعرف يعني كيف هرب. عادي ياما شفنا نعام وغنم واسود وكناغر طفشوا. طفشوا ايش؟ خلينا نهجم على المدينه. والله هو حقيقه من جد كيف شردوا؟ لا حقيقه يعني نحن اذا جينا نلوم احد في هذا الموضوع نلوم السيرك اللي كانت ممكن يكون القفص الحديدي النمر كان فيه انه مساحه يقدر يخرج منها، كان مفتوح، كان فيه اهمال منهم، لانه ممكن حادثه زي هذه تسبب في مقتل كثير من الاشخاص. يعني صراحه انا اخاف من النمور يعني. لا مقتل ولا مقتل يا شيخ، على فجاه الاطلال النمر ايش نسوي؟ لا نلومهم ولا شيء، انا عمري ما شفت النمر الابيض كذا في فيديو. كويس شفته. عموما حننتقل الى الساحه الخضراء المستطيله وعشاقها اللي دائما يعني يترقبوا كل جديد، لانه حارس مرمى انجليزي يتصدى لركلتي جزاء في اقل من 30 ثانيه تحديدا، وهذا ما حصل لحارس مرمى فريق فولهام الانجليزي اللي خطف الاضواء في المباراه اللي جمعت فريقه بضيفه هال سيتي ضمن دور ال 32 في مسابقه كاس الاتحاد الانجليزي بتصديه لركلتي جزاء خلال 30 ثانيه. وهذا هو الفيديو معانا زي ما احنا شايفين. احتسب حكم اللقاء طبعا ركله جزاء لهال سيتي في الدقيقه 87، لكن الحارس اتصدى لها ببراعه، وطبعا قبل ان يعلن الحكم عن ركله جزاء ثانيه لنفس الفريق بعد ثواني من تضييع هذه الركله الاولى، الحارس حارس مرمى فولهام المتألق اتصدى لها ايضا بنجاح. الله يستاهل. اخطبوط
اخطبوا. ما في كلام، ما عاد يقول لك انا حارس من جد. هنا الاتقان، هنا الواحد اللي يقول لك الحارس المصحصح فعليا، يعني الواحد لما يمسك او يصد الكره يقول خلاص يريح. أي خلاص ريح. بس هذا ما شاء الله عليه شكله تمرين حركه حلوه. أي. في النهايه خلينا نروح مشاهدينا لخبرنا الاخير الموجود معنا اليوم، اللي حقيقه راح يفيد كثير من اللي يصابوا بامراض، تحديدا الامراض اللي لها علاقه بالدم. ليش؟ لانه خبرنا اليوم عن تحليل الدم بالهاتف الجوال، واللي تمكن باحثون اتراك في معهد ازمير من التكنولوجيا العاليه من ابتكار تطبيق جديد على الهواتف الذكيه. ايش بيعمل هذا التطبيق؟ بيتيح امكانيه اجراء تحاليل الدم من خلال الهواتف، وكمان فتره قصيره وتكاليف اقل، ودون الحاجه الى الاجهزه الطبيه التقليديه اللي هي طبعا الموجوده في المستشفيات. على ايش تقوم هذه فكره هذا التطبيق؟ طبعا المتوقع ان يبدا طرحه للاستخدام خلال عام. تقوم الطريقة على وضع قطرات بسيطة على شرائح مكونة مصممة خصيصا سوري لهذا الغرض، وطبعا اللي يتغير لونها بحسب نوعية المرض، ليتم بعد ذلك التقاط صورة وتحميلها على البرنامج المثبت على جهازك، وطبعا اللي يقوم بدوره بتحليل واستخراج النتيجة. طبعا قالوا كمان انه هذا في الجوال، تخيل تطبيق يعني في الجوال. تطبيق في الجوال اخترعوه باحثون في اتراك في معهد ازمير. ايش بيسوي؟ يعني بيجيبوا لك شرايح انت بتحط عليها قطرات من الدم، من خلال هذا التطبيق طبعا بيتغير اللون على حسب نتيجه الشيء اللي عندك، بتصور الـ نفس الورقه على التطبيق وتحمل الصوره على التطبيق، والتطبيق يستخرج لك نتيجه التحاليل. قالوا كمان انه تشمل التحاليل اللي بيطيح التطبيق امكانيه اجرائها هي فيروس التهاب الكبد باء وجيم، وفيروس نقص المناعه والايدز، وامراض السرطان المختلفه من خلال تطبيق واحد على الجوال. والله انا حقيقي مزبهل، انا والله مندهش، لانه هذه كانت ديمو سابقا قبل سنتين اعتقد، كان او ثلاث سنين ديمو، وكانت تريقه فيها مزح السالفه. بس انه يعني حقيقي كيف وصلوا لهذه المرحله انهم مجرد من خلال صوره على الجوال حتعرف انت ايش عندك بالضبط؟ هذه حقيقه تقنيه رائعه والله. انا اتوقع يعني في نفس الورقه اللي صمموها في شرايح ممكن توضح لك، او هم مصممين شيء على نفس الورق اللي انت بتحط الدم عليها، بيتغير اللون على حسب الامراض هذه اللي يقدر انه يتيح لهم التطبيق. صح. امكانيه اجراء انا ذكرنا بجهاز تحليل السكر في الدم بالضبط، تاخذ الدم في نفس الشريحه هذه، بس هذه مختلفه، عمليه مختلفه، فكره جدا جميله عجبتني، يعني قلة التكاليف وما بتاخذ منك وقت، وبتحتاج انك تعمل هذا التحليل دائما، خصوصا اللي عندهم انيميا وفقر دم وعندهم الكثير من الامراض اللي ذكرتها. الله يبعدنا وياكم عن كل الامراض، اهم حاجه نلحق دائما نحلل. كل الطرق الان صارت موجوده عشان نحلل، ما في اي حاجه تاخرنا عن التحليل او الكشف. بعد الفاصل حنكشف عن ضيفنا اللي مشرفنا او ضيفتنا ما نعرف. بعد الفاصل ساعه شباب راجعين. اهلا من جديد في ساعة شباب، والى او ابداعات الشباب اللي دائما بنستانس عليها حقيقي، لانه كل ابداع بيختلف عن اخر، وكل مستوى بيختلف عن اخر، وكل مره بنقول ما في شيء اسمه سبع صنايع والبخت ضايع. اكيد طبعا تراد، لانه ضيفتنا اليوم دخلت للمجال الفني من سن صغيره وباشكال مختلفه كثير، وبعد ذلك توجهت تحديدا لمجال التمثيل. اسمحوا لي ارحب بضيفتنا الموجوده معانا اليوم بسمه خليل. يا هلا فيك معنا في ساعه شباب. اهلا وسهلا. شرفتيني. كيف حالك بسمه؟ ان شاء الله طيبه. الحمد لله تمام. طيب نبي نعرف اول حاجه، علاقتك بالاعلام او الفن اقوى والاقوى فيهم، قولي لنا ايش بداتي فيه؟ كيف بداتي في المجال القوي؟ اول حاجه انا من زمان وانا صغيره دائما كنت اطلع في برامج اطفال. حلو. فدحين لما يعني كبرنا وكبر الاعلام معانا، فيعني تطرقت للانشاد. حلو. وبعد كده التصوير والتمثيل. يعني المجال الفني اكثر شيء كان طاغي بعد ما ظهرتي في الاعلام وانت صغيره. أيوة. لقيتي نفسك بتقدر تغني او تنشدي أو تمثلي، يعني هذه الجوانب الفنيه هي اللي كانت قويه عندك، هي اللي ظهرتك في الاعلام. حلو حلو جميل. بس ما طب انت ذكرت انك توجهتي للانشاد وسجلتي كمان بعض الاغنيات لكذا عمل، فيا ريت تحكينا عنهم.
انا سجلت لاغنيه فيلم كرتون قناص ما شاء الله مع الفنان محمد رباط. حلو. بس يعني هذا كان الأساسية اول حقت الكرتون نفسه، يعني عملتوا اعاده تسجيل لها قصدك؟ ايوه اعاده تسجيل. حلو حلو. طيب هذا بالنسبه للانشاد. اما بالنسبه للتمثيل شاركت مع فريق الفنون السينمائي اللي هو مين؟ اللي هو مع المخرج محمد العتباني. حلو. ايوه جميل. طب انا ابغى اعرف حاجه، اسمعي انت نشدت القناص، هل تقدر تشديها الان على السريع ولا تحتاج مؤثرات معينه ولا عادي ما عندك مشكله؟ لا ما عندي مشكله. طيب نقدر بس ناخذ صدى افلام الكرتون. اي انا اعشق لاني اعشق تقليد الاصوات اصلا، فاحب الاغاني حقت افلام الكرتون دائما اقلد فيها، وحتى الدبلاج حق الكرتون، فلو تسمعينا بس لو جزء بسيط. نسمع. ايوه بطل القناص يهدي الخل بكل الناد، يعملوا باجتهاد وعلى هبة الاستعداد، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما للإنصاف. طيب انت انا عارفه ربكه التلفزيون قد ايش غير المايك لما نكون في استوديو او شيء، بس قعدتوا قد ايش تنشدوا فيها؟ يعني قعدنا تقريبا ساعتين. وخلصتوها سريع. حلو جميل جدا. ومو بس كذا يعني ما شاء الله، يعني حقيقه بسمه متعدده مواهب، كمان كان لك تجربه في مجالات تغطيه المناسبات والاحتفالات، نبي نعرف ايش كان شعورك وانت بتخوضي هذه التجربه كمان. كانت التجربة يعني جدا حلوة. يعني قدمتي مناسبات ايفنتات؟ ايوه قدمت في اللي هو للاطفال ايفنت اللي هو خاص بالاطفال. هو ايوه خاص بالاطفال. حلو جميل جدا. طب من الايفنتات والمناسبات اللي بتقدميها التمثيل، انا مستغرب انه يعني انت كنت تنشدي بعد كده انتقلتي للتمثيل، ايش اللي خلاكي تعملي كليك وتروحي على التمثيل على طول؟ يعني انا من زمان احب التمثيل واحب امثل وزي كذا، فبعدين شفت نفسي انه يعني شيء حلو. ايوه. هل في شخصيه معينه تاثرتي فيها وحبيت تقلديها من صغرك ولا ما في حاجه معينه؟ لا ما في حاجه معينه، هذه هوايه. طب ما تذكري لنا اي شخصيه كنت تقلديها او كنت تقريبا المراية؟ يمكن كنت احب احمد حلمي. اوكي. يعني تحبي الكوميدي اكثر. أيوة الكوميدي. من الاكشن والدراما، وتحبي انك تاخذي هذه الاعمال في مجال التمثيل. حلو حقيقه حلو. بس ما يعني ما شاء الله عليكي، يعني انشاد صوت جميل، تمثيل كمان، بتقدمي احتفالات ومناسبات. يعني ماني عارفه ايش اقول لك، ايش الاعمال اللي انت حابه تقدميها بعدين؟ لفين حابه توصلي بعد كميه هذه المواهب اللي موجوده فيك؟ ان شاء الله حابه انه اقدم برامج. ولسه في اعمال قادمه اللي هو بالنسبه للاخراج. حلو. هذه الاعمال القادمه ان شاء الله. بس أيوه. قبل كذا انت كمان كونتي فريق وكان بقيادتك اسمه نجوم المواهب، ايش سر الاسم وايش علاقتك بالفريق او ايش يقدم الفريق تحديدا؟ الفريق يعني يضم جميع المواهب. يضم منها الرسم، منها يعني ايش ما كانت الموهبه نقدر نضم. هو الفريق يعني تلتقوا ولا هو جروب واتساب ولا هو خلينا نقول جروب على تويتر ولا ايش مثلا؟ اي حاليا عشان دوبنا لسه بادئين فيه، ف حاليا يعني عندنا في جروب على الواتساب. بنتناقش فيه، وبعد كده بنجتمع بنعمل ايفنتات. بنشارك في الايفنتات كجروبات. أيوة احنا كجروبات. فريق نجوم المواهب. حلو. حلو الفكره. طب كم اعمارهم؟ هل انت حابه انك تسلط الضوء على المواهب الاطفال الموجودين عندنا ولا الشباب، وكيف ممكن انت تدعميهم؟ يعني هذا الفريق يضم جميع الاعمار. سواء من اطفال من كبار. جميل. بس حلو. طيب حلو. الان يعني في ان شاء الله طموحات لكي، بديتي في التمثيل، بديتي في الانشاد، بس نصيحه منك، احتاج لك كمان تكوني اكتف في الكلام اكثر. دائما الشخصيات خلينا نقول، يعني انا عارف هيبه الكاميرا وعارف انت خايف شويه تتكلمي، واضح
جدا، لكن ما هي مشكله يعني الواحد بس حتى يعني حلو الواحد كمان لما يكون عنده مجالات مختلفه. واحنا بنقول دائما ما في شيء اسمه سبع صنايع البخت ضايع، يعني حتى البخت موجود ان شاء الله. ايوه، لانه قبل الهواء بتقولي لي بس انه انت بتفكر حتى في المجال الاعلامي، بتفكر انك انت تدخليه، وهذا حيضيف لك الكثير. بس هل عندك الاساسيات لدخول المجال الاعلامي تعتقدي، ولا ايش قد ايش يبغى لك، ولا ايش الشيء اللي يميزك عشان حتقدري تدخلي هذا المجال؟ يعني انا حابه اخشه، يعني انه عاجبني. أيه. بس مجرد عجب، بس ما عندك حاجه معينه تقولي انا حقدم الشيء الفلاني او الماده الفلانيه، او عندك رساله معينه حابه تقدميها؟ لا لسه ما فكرت فيها. ان شاء الله تفكر فيها وتقدر توصل للمرحله اللي حابتها. اكيد. بسمه خليل، اسعدنا حضورك معنا اليوم في الاستديو، اكيد نتمنى لك كل التوفيق في كل المجالات. شكرا لك بسمة، يعطيك العافية. دائما لمية في كثير من الفرص في حياتنا تجينا، وأهم حاجة أن احنا نقدر نستغل هذه الفرص إيش ما كانت. صحيح. سواء في جوانب فنية، إعلامية، رياضية، أو حتى سوالف أخبار. ما هي سوالف أخبار من مفختني؟ لا حقيقي، لأن أكثر فقرة تعجبني في البرنامج طبعًا. هي سوالف أخبار، إنه بنفيد كثير. بجينا أخبار لأول مرة نسمعها في حياتنا، لأول مرة نشوفها في حياتنا، كثير من اللي بيتابعونا بيستفيدوا من هذه الأخبار اللي نذكرها، خصوصا انه مو هي موجوده في كل مكان. اي صح، بس انا ليش تعجبني؟ يعطيك العافيه العنود الطعام على الاخبار الجميله. خلاص مو لازم اقول ليش تعجبني. ايش ليش تعجبني؟ خلاص كلمي عنود يعني احسن. انا طب اوكي سوري. خلاص انا اصير هنا مستحيل. ليش تعجبك؟ تعجبني عشان انا ولمين نختلف فيها كثير. خلاص انحرقت. كان المفروض من قبل تقول لي ايوه، ها تراد ايش؟ لا طب هي يعني حرام تعب حنسلب على راسها لو تبي العنود. حقيقي عارف ليش اكثر شيء يعجبني تراد؟ حقيقي الاخبار اللي بنقولها ما بتكون موجوده في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ما بتسلط الضوء على بعض الاخبار اللي بنذكرها، الطبيه، الاخبار، الانجازات لشبابنا السعوديين وشاباتنا السعوديين في مختلف المجالات، ما بنذكرها غير في هذه الفقره. صحيح. فيعني عشان كذا وعلى قولي قليل جدا ما نلاقي هذه الفقره في محلات ثانيه بالطريقه اللي احنا نقدم فيها. حقيقي استاذ عنود شكرا لك من جديد. لا ولا نحرجك شيء، هذا واجب. لا حقيقي انا اسفه تراد، معلش يا شيخه انت صدقتي. عموما احنا في هذه في نهايه هذا البرنامج لازم نذكركم انه في ايميل وفي هاشتاج ساعة شباب عشان نقدر ناخذ منكم كل جديد، وعشان نعرف اختلافاتكم زي ما بنظهر اختلافاتنا انا ولمية بشكل جميل جدا. صحيح. نتعلم كيف نظهر اختلافاتنا ونتعلم كيف نتناقش. حقيقي قليل جدا الواحد يلاقي شخص عشان يفهمه. صحيح. سعيد جدا بال انا اسعد. خلاص احرجتني، ما ابغى اقول شيء. احرجكم كلكم زي ما احرجتوني. احرجتني تراد. عموما مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، واتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا، وراح نلقاكم بكره بنفس الوقت من الساعه 4 للساعه 5 على شاشه روتانا خليجيه. وبكذا اقول لكم في امان الله، معكم انا لمياء غالب، وانا كنت معكم تراد سندي. كونوا بخير دائما. بسلامه.